بزاف و... طلعوا لي في فعلى انا ب... فعلى بركه الله متابعي قناه الشوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هذه اسبوع ناض الحديث على اقولها على صراع وليس بصراع ونزاع وليس بنزاع وخلاف وليس بخلاف تواصلنا مع عائلة أقولها إبني ما اللي متواجدة بإقليم تازة وقالت لك عندنا نزام على العائلة ديالنا ومع عمي وعطتنا حقائق على اللسان ديالها وسمعنا أمور سمعنا حتى على إسماعيل اللي, مر... اللي عنده إصابة أو مرض نفسي وسمعنا وجينا متابعي قناة شوف في وهضرنا على هذا الأرض بالضبط متابعي القناة ليقال ان العائله وحتى اسماعيل عنده نصيب فيها بان واحد العمه ما حضرتش في القسمه وبزاف الامور تواصلنا مع رشيد اللي هو العم وتواصلنا مع رشيد باش نسمعوا واش رشيد جبار واش رشيد قبيح واش رشيد فيه كل هذه الصفات واش رشيد ربط داك الانسان واش رشيد حرم الاخت ديالو انها تحضر في, في القسمه واش رشيد منع العائله او الوليدات انهم يطلعوا يشوفوا آه بهم باهم لمي آه, مي آه ميت واش يمكننا ندخلوا حتى بخيط بيض متبع قناه شوف سي ونطفيو هذا الغضب متبع قناه فالقوه قناه شوف سي في ماشي هي انها تدير اللايف من اجل اللايف لكن حتى احنا لقينا ما نطفيو غادي نطفيو ان شاء الله متبع قناه آه شوف سي في نتواجد بالبشيين تابعة لجماعة جلدمان النفوذ الترابي لإقليم تازة أنا براسي ديك النهار هبطت من السيارة وكنقول رشيد غيتلقاني يعطيني قتلة لحقاش داكشي اللي سمعتو الصادم تواصلنا مع رشيد وغادي نسمعو الرشيد يعطينا حق الرد لكن الخير في المساعدة ونتمناو آملين من الله أن حتى هاد الغادة متابعي قناة شوف سيفي فكما تقول هبة صدق ولا تصدق أخي المغربي خويا رشيد جينا عندك بقلب مفتوح شو يقول مرحبا مرحبا وشرف لنا كقناة شفتي اننا نجيو عندك يا اخي رشيد وقبلتي الدعوة ديالنا مرحبا يعني مرحبا وانا بغيت ندير حق الرد لان هاد الناس تهموني بزاف وغلطوا معايا في حقي بزاف ولكن انا ندعيهم الله لا الله يسامحهم الدم كيجري الدم كيجري وباقي يوقع لهم شي حاجه يبقى فيا الحال لأن ظلموني كيظلموني بالهضره وبالتهمه وعطوني شي تهم خطيره لا يعني بزاف علينا هذا الشيء راه تعداوا عليا نقول ربي يخلصهم لا ما يمكنش لان يعني خوتي والدم كيجري انا كنت معهم الله يهنيهم ما نقولش كما كم قالوا الله ياخذ فيه الحق لا الله يسمح عليهم ويسمح علينا كاملين ويهدينا لطريق الخير كيقولوا هذا السيد هذا السيد كيقول بني ما ليه يقول اللي يقول قال لكم محمد ولد خاي قال لكم ودي دانا الخشب الخشم انا هاد الدار هادي هادي نوريها لكم الى المصدر يمشي لعنده انا بنيت لهم هاد الدار من, من تسكنوا هنايا؟ ها هي هنايا ها هي هنايا جينا نسمعوا متابعي قناه شوف سي في الدار أنا ها باش يسكنوا فيها هاد ولاد خاي انا بنيتها انا وخاي الاخر اللي هاد العضو اللي كيقولوا هما كيتعدى عليهم ولا كذا بنينا لهم بنين له هاد الدار انا جبت الحجر هو بناه بميت هادي هادي صوروها م... ومستعدات عليا يكونوا رجالي واللي ولد على هذا الدار ون... ونزيد نكملها هالهم... نكمل يب... يعني هاد لهم نكمل لهم عمرو يعني هذه الدويره هذه بنيتها لي لهم بنيتها لي لهم ومازال كنقولها هالي حد الساعه وحقهم راه دابا في حقهم تلبى الارض هذه راه في حقهم وداو حقهم هنا وداو في جهه اخرى يعني حنا العائله ديالنا كامله عندنا في القسمه ديالنا عندنا 24 قطار 24 قطار وشي صريف جات القسمه ديال الولد شي جوج كتارات وشي ثلاثة أه، خدامه ولا أربعة البنت جالها قطار وشي جوج خدامة اللي الذكر حد الأنثيين حنا مثل حد الأنثيين و... 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 علاش حنايا نشوهوا راسنا ونديروا ونف... ولا... عينا معهم أودي مع هذه اللي اللي قالت لكم كان كيضرب كي يا ريت لو كان بقاو معنا يكونوا يوليوا رجال لأن هذا هاد الدار هذا هاد الدار هذا الدار الواليد خرجت دكاترة مناش بالدق وهي يعني تقدر تربى وتربى كان يعني الولد كيكون بحال العجينه الا ما تربى الا ما ترباش انا حنا انا براسي كان الوالد كيضربني ويا ريت كان كان يبقى يعيش لي غير يدير لي غير داك الهدات اللي كان كيعطي لي بكري باش باش عاد خرجنا رجال باش خدمنا خرج خرج دكاتره واساتذه حنا عائله محافظه وعائله في يعني معقوله في, في الصميم أننا نقول لها أننا نقول لها حقها حرام حقها عندها بالسنتيم ب ب ب ب ب ب ب ب الى, الى الى خصها سنتيم من قطار وثلاثه هذه الخدامه تجي عندي نعطي لها منين ما بغات بحقها سمعنا ما حضرتش ما حضرتش ها ها التليفون الى ها التليفون ها الى كان الاخر نصور نعطيكم تصويرها الى ما الى ما كانتش حاضره ها هي كون غير غيا ونوريها لكم ها هي اللي كتقول هذه ما حاضراش هذه هذه اللي حضرت هنا في القسمة هذه واش هي ولا شكون؟ هذه كتشوفها و... شوف انا انا مصدر موثوق ها آه هي ها شكون هذه؟ آه اللي عين اللي دل... دايره النظر ماشي هي ماشي هي عين غادي تبان دل... عيني راه كيحسب لها الفلوس ليها ليها عين باش تعرف شكون شكون هذيك وتشوف عين هذه هذه راه شكون هي؟ لابسه الخضر لغ... هي ولا ماشي هي؟ لابسه الخضراء لا وشي تشامير وشي وشي فورانه خضراء وقالت لك انا حنا ما حاضراش هذا 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 راه الظلم هذاك في القسمه ديال داك الفلوس اللي خلى الوالد اللي خلى الوالد وخلى الوالد وخلات الوالده في الدار المهم هذاك الشيء القسمه ديالها حقها دات حقها كما القاعده اما القضيه ديال الارث ديال البلاد راه كل واحد دا حقه يعني هي قالت ما حاضرش حتى في القسمه هنا كتبقى حاضره حاضره ولا ما حاضراش حاضره, حاضرة اخويا صافي شي اللي كان آه بالنسبه للقسمه ديال 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 24 قطار 24 قطار كانت كانت اختها النائبه ديالها النائبه ديالها هاد وحده اختها اللي كانت حاضره معكم داك النهار في اللايف مرات داك العسكري اها اها كانت حاضره مع كانت حاضره نيابه عنها وكتهضر معاها في التليفون كانت له كتقول له كتقول لها اختي ديري صافي انت انت تما راكي تما راكي تما ودرنا القسمه بالقرعه بالشهود بالرانيين ماشي بينا غير حنا بيناتنا حنا بينا بتنا... غير بيناتنا راه اكثر من البيينه الخوت بيناتنا راه 12 واحد وزياده شو... مع انسابنا اللي كانوا ماشي من العائله غرابين بعادين على العائله محايدين لان قسمة ديال التراضي دي. قسمه التراضي وقسمنا كل واحد دا حقه آه... <applause> بلاستها بلاصتها المهم بلاصتها بلا هذي بلا هذيك هذه بقات معاكسه ولكن هذا العكس فيها امن بكري وكانت معاك كثر مع بوها وامها شحال معاره معنا شنو غادي دير معنا سمعنا جا فيها شي بلاصه فيها غير حجر يا ريت لو كان توصل يوصل معايا المصدر لذاك البلاد البلاد اللي دات وها ديت انا دات هي خلافه بلاد خلافه, مزيانه بحال هذه هذه واش هذه هذه قبيحه مثلا هذه البلاد لا خلافه نمشي هاد, هاد مور هذا الدار اللي نوري لكم البلاد في ديتانات دي هي خلفة مجاوراني انا دايره داير البحيره واحد الجهه وهي مجاوراني علاش قاد فيها غير الحجر؟ هذاك إيه فمها هذاك فمها ما ودفعنا عليها الناس كبار الصغار طلبه وهذه ما داك ما كدير لا من كبار ولا من الصغار ولا من الطلبه وحاره دير من و, و... ما ودي شوف غادي يقول لك ما دارت لا من من بها من باها وامها وحاره دير منينا الله يصلك طلع عندك اخويا رشيد واحد النار محمد ربط في الكوري آه هذاك ماشي هذاك لو كان جاء صاحي مرحبا به وجا جا؟ داير داير الميكا الشما والش يعني جا مخدر؟ جا مخدر جا عندي مخدر بالسيف ندافع على راسي قال لك وين ما ربطتوش راه غادي يربطني انا وي 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 يعني علاش ربطتيه؟ جا 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 مخدر جا مخدر بالميكا داير ذاك الميكا ديال السيليسيون يعني ديال السيليسيون وخفت على راسي يا خي سي عبد الله خفت على راسي يعني من تما بحال اللي بدا يدير احتياط من هذه الجهه كي حقر. كي حقر على من كيحقر كيمشي كيحقر على هادو خوتي اللي في واحده وحده في البلديه وحده غير داك النهار هذه سيمانه نهار الأربعة اللي داز شنو هذا النهار هذا النهار الجمعه الجمعه نهار الاربعاء الاربعاء اللي داز تهجم عليها وراه دارت به المحضر وراه في الرشرش تهجم, و... تهجم على الاخت اللي في تهجم تهجم على الاخت اللي في وهرس لها الدجاج وراه داير 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 له المحضر ولا غدا يمشي له عند سميتو خاي عاود لي في القدس تهجم عليهم وراه شدته الكاميرا وراه هرس له هرس له الباربريز هو واحد الكارثه دابا كيشوفوا فيه ماشي الصورة ديال انسان ديال ولد خاي كيشوفوا فيه كيحضيو منه ما من نكذبش عليك راه كيحضيو منه اي واحد كيحضي منه لان ما بقاش اما قضيه خاه اسماعيل 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 شكون خرج عليه لو كان خرج هنا لو كان هنا ما يكونش راجل ويكون بحال امامه ويكون يخدم على راسه ويكون بحالة يكون معاه سمعنا طلع لهنا تشير ورجع لا حرام باش يتشير هنا راه تشير شيرو خاه لان اخاه التبله الاول تبلا في ذاك بداك البليات نحارف على ذاك الاخر وبقى غي خاه دخل الحباسات مع الاخر وبقى هو ما دخلش الحباسات و... يعني تكمل الاخر من يدخل الحباسات بحال اللي تروضا شي شويه ولا ولا اللور ولا تراجع يعني سماعين سببوا البليه سببوا البليه البليه ديال داك السيليسيون وصافي هذا الشيء اللي كان و... علاش هاد ولاد خوك حاقدين عليك اخويا رشد يا ودي انا ما بغيتش يحقدوا عليا انا حقيقه انا ما بغيتش يحقدوا عليا وما بغيتش هما كان حقدش عليهم واخا يحقدوا عليا هما وانا نحقد عليهم حرام انا لو كان يجي دابا ياك مازالين الان وكا دارونا لنا في هذا ال... في هذا ال... تي في وهذه الاذاعه و... والله ويجيو يا اخي يا عبد الله ويجيو لهنا غير كملت لهم من هذا الدار ونبنيها لهم و... ون... ونتعاونوا انا وخوتي نرغبهم ونجمعوا لهم ويب... ويكونوا رجال يكون راجل يقول لي ما هذاك مسكين الله يشافيه يخسوا الطبيب يولي يعني راجل نبني ولو ويسكن ويكون راجل نبغيه ويكون في ذراعنا واش تبغيه خاك, خاك, خاك. بس 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 ولد خاك بس راه بحال خاك بحال ولدك ولد خاك راه ولدك واش بس ن... منين يكون هنايا ويخرج ويخ... ولد خاي من هنا شنو راه بحال اللي كيزيد فيك كيزيد كي فيك كتشم فيه الريحه الاخ كتشم فيه الريحه الريحه الاخ وكت... يزيد فيك قراد باش يتعاون معايا ماشي يكون ضدي ويكون يدير هاد الخدمه اللي كيدير راه ما مزيانش هاد الخدمه اللي كيدير واش <applause> سمعنا بان القبر دباه الله يرحمه ما كتخليش يطلع يرحم عليه ايوا <applause> تما تعرف تما تعرف الحماق بعينه واش <applause> القبر غير هنا حدانا ولا القبر فين راه القبر راه واش كتعرف بعيد يعني بعيد الا بغينا يعني يقدر يدوز من جهه اخرى ماشي جهه بعيد على هاد الشيء واش يجي القبر دباه واش هذا الغلط هذا الحماق بعينه كان انا كنعرفو الحماق بعينه راشي راشي شكون اللي مع ولاد خوك اخويا كاين شي حاجه في الوسط ماشي أه بيناتنا غير الخير انا وبيني وبين ما خير. يعني هو هما غير الخير يعني سببه هو منين جا داك واحد الوقت في واحد العرس ديال واحد واحد اختي بحال اللي جا مش مكر. ياك هو جا مشمكر وشرب و... بقى كيدير المهم كيخرج على و... بحال اللي قلنا له هذا الشيء هكذا كيجيب لك كيجيب لك الجنويه كيحشيها فيا لو كان المهم ما المهم ما حشا فيا الجنويه لو كان ربي دار الخير بعدا خلنا لنا لهذ الوليدات ما هو كان جاب لي ما يبقاش هذا الشيء اللي كان و وا... الله يهديه هذي قلتي صوبتي ها صوبتي هذا ها هاد الدار هادي الخشب داك 7 مليون ديال الخشب مازال ما فين ما عنده واحد الفاكتوره بان انا نجيب لك انا نجيب لك 70 فاكتوره الا بقات الفاكتوره ديال لك فاكتوره داك الخشب كان سيدي من بنينا بدينا نبنيو لهاد الدار من ديال بنيت الدار ديال خاصه اسماعيل ديال, 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 ديال دي البنت اللي في الرباط وكان وكنشهدها لي حد الساعه منين بدينا نبنيو جبنا ذاك الخشب لهنا قلت لنا باش نبنيو خصو الخشب جبنا لهنا بنينا به قالت لي مراد خاي ماهو وي أر الا إيه بان لك شي شي حد لمن تكريه لي تما تبدا تكريه لي للناس انا ما كنديرها معلم لا والو ماشي معلم ماشي تشرون بديت كنكري لهذاك الخشب للناس الا جاب الله مثلا شي بن... شي كريا ولا كندي لها فلوسها داك الكريا كندي لها بقى المهم اللي كريت وكندي لها بقات واحد أربع سنين ولا خمس سنين دا الخشب بدا كينقص يعني من 100 متر ولد الخشب بدا كينقص ينقص ينقص, ينقص. كيهرس كيهرس ترابيس ولا طرابيس ولا ووي بقات شي 40 متر <تبقى> قالت لي الا صبتها قالو سي لمن تبيعو بيعو بيعو درنا له الثمن عطيت لها 60000 ريال فيه وليت انا بعثت 60000 ريال سمعنا سمعناها وي اي 60000 ريال ما نكذبش عليكم ما نديش الله كيسمع واخا حنا بجوج بينا ولكن كاين الثالث هو الله 60000 ريال بداك الخشب داك 40 متر زدت عليه واحد 50000 ريال اخرى ديال الخشب درنا واحد الدار ف في... انا وواحد الشريك ديالي في... في كتامة كملنا داك الدار جانا باش نردوه لهنا بعيد جانا باش نردوه لهنا بعيد ولينا خلينا تما بعناه تما ب 100000 ريال وحتى داك المي... داك ال 100000 ريال ماشي انا اللي شديتها جابها لي واحد الشاهد من هنا الا بغينا نقولوا له شحال بع... الا بغيت انت تمشي تقول له شحال بعد داك الخشب اه يعني ماشي حتى انت اللي ماشي يعني كاين الوسيط اللي باعو كاين وا... الوسيط اللي باعو اللي شد لك الفلوس يعني داك 7 المليون ما كاينش أش... أنا... ما كاين هذه لا يصد... ما كتصدقش فيها العقل ما هذه غير كلو يقدر يكون حتى محمد بن يما عنده لا. شي شي امور اللي آه... مغلوطه شويه آه راه راه غلط اصلا غلط غال... من الديبار راه غلط اصلا الغلط راه غلط من ديبا اما كيقول لك كان كيبيع على الحرشة في 99 ولا 98 ودابا راه في أكب عليه ولا هذا راه التراكتور ماشي انا اللي شريته راه شراه خاي الله يزيد في الريس الرئيس الرئيس الله يزيد في هذا هو هذا هو علاش حنا خوتنا بيناتنا شي كيعاون شي شي كيعاون شي لحد الساعه مازال كان راه دابا راه كنبني لهم ملي كيكونوا الشهادات شي كيعاون شي, شي حنا بيناتنا خوتنا شي كيعاون شي لو كان هذا هاد, هاد ولاد خا يكونوا رجال مازال لحد الساعه نتعاونوا بيناتنا ملي كتشوف اسماعيل فداك الحاله فتازه الله يشافيه الله يشافيه وما بغيتوش يبقى نكون في ذاك الحاله والله يشافيه تقدر تدوز من تما ما كنقدرش ندوز من تما كان في ذاك الحاله والله ما كنقدر ندوز يا عبد الله من ذاك الجهه علاش لان كيبقى فيك الحال ولد خاك ضاع منك تاع مني مني راه ماني والله الا ضاع مننا هذا هو الواقع فمتابعي قناه شوف سيفي كما كتقول هيبة صدق او لا تصدق متبع القناه سي رشيد العم اللي كنا سمعنا عليه متبع قناه شوف سيفي بانه ما عرفت ما نقول بانه قبيح وانه فيه مجموعه من الصفات خايبه فرشيد على اللسان ديالو كيقول كي بان بنيس الولاد خويا الدويره فين يتسروا بغيتهم يجيو للبلاد يتسروا معايا متابعي قناه شوف تي في بنيت لهم والجميل بان رشيد بنى داك الدويره وما كملهاش علاش لحقاش ما بغاوش ما بغاوش يسكنوا فمتابعي قناه شوف تي في غادي نمشيو الضويرة الدويره وغتصبر معنا الكاميرامان جميله بالتذكير متابعي القناه فجميله هي الزوجه عبد الله اللي عاشت معنا مجموعه من الظروف مجموعه من ال مغامرات اقولها مغامرات فشكرا جميلا على ديما راكي معنا في اي لقاء خويا رشيد هذه هي الدويره اللي بنيتي اسماعيل بني ومحمد بني بنيتها الولاد خاي الولاد خاي أنا عندك انا انا بنيتها انا وخاي ذاك هذا العضو اللي كيقولوا هذا الرئيس يعني بنيتيها انت الرئيس باش يسكنوا فيها في ولاد في المرحوم خاي. ولاد خاي ولاد المرحوم خاي. علاش ما كملتوهاش؟ دابا الى إلا, إلا, إلا كنقول دابا كان... علاش ما كملتوهاش؟ ما بغاوش يجي ما بغاوش يجي ما بغاوش يجيو <applause> الو قلتي حقهم ما تقيسش فيه تخليها هكاك هي بالمحافظه ها أه بالحجره هنا هذه حقهم ما نقيسش لو كان بغيت نكمل عليها نسكن فيها كنت هذا الدار كانت كنت مازال يعني بني... واحد اخر يكملها ويسكن فيها ويسكن فيها انا لا هذا بنيناها على أه على سبب ولاد خاي تبقى على سبب ولاد خاي ومازال لحد الساعه كنقولها لو كان يكونوا رجال دابا نجي نكملها نتعاونوا عليها هادشي زوين اللي كنسمع هادشي زوين اللي كنسمع انا نتعاونوا عليها ونكملوها له يعني حتى الرئيس قال خليها هكا ما تكملهاش علاش لمن غادي تكملها يلاه هذا إحنا كملنا هذا الدار ها انت المصدر الدار درنا دورناها وبنيناها قطعنا لها فيها جميله مول نشوف المغامره ساجي نشوف هذه المغامره في الدار صور من داخل قطعنا فيها الصور من داخل وها هي هذه ديال ولاد خياب بنيناها حنا هادي هذا هذا فمتابعي قناة عادة. شوف سيفي فيها رشيد لمن غادي والرايس اللي اقول الرايس هو شنو كتعني الرايس بان يعني دابا بنيس وفى الوالد يعني بن يما الكبير الرايس ولا هو اللي مشرف على العائله باعتبار انه بالاحترام ديالو بالتقدير ديالو يعني هو بحال دابا هو باكم الرايس الرايس هو هو اللي باكم ايه. فهذه بناوها وليدات المرحوم اللي هما السي محمد واسماعيل وفاطمه <applause> زارو <applause> وبنسان اللي في الرباط وحسن الام لكن ملي شافوا بانهم ما بغا يجوش يسكنوا بداو هاد النزاعات خليوا و... خليتوها هكا الله. فيها فهادي هي الدار با. انت تبارك الله ما اما حقهم البلاد هادي راه ديالهم هادي اللي كتشوفو راه ديالهم دابا الا بغاو ها الزيتون ديالهم دابا هذا راه علاش ما يجيوش ياخذوا الارض ديالهم هذا الزيتون هذا راه ديالهم اللي هذا راه ديالهم يجيو ينفضوه كينفضوا هذا العام نفضوه العام الاول وهذا العام راه نفضوه, نفضوه وكاين شكون كينفض معاهم اولادي واحد هاد ولادي مساكين كيبقى فيهم هاد الاخر فيهم الاخر ديال الرحمه كيقولوا هاد هاد ولا كيعاونوهم كي كيعاون هاد الدويره رزقهم رزقهم هادي البلاد ديالهم هادي البلاد ديالهم هاد ديال وفي كاين المشكل آه الله اعلم شوف المشكل انت انت محرمهم لا من هذه ولا محرمهم من هذه راه ديالهم هذه واش هذا إلى جاو يسكنوا كنقولها من دابا من هذا المنبر الا جاوا يسكنوا دابا نعاونهم والله حتى نعاونهم يجيو غير يجيو نتعاون انا وخوتي انا وخوتي الاخرين نتعاونوا نديروا لهم نكملوا لهم هذا الدار ويسكنوا راه يكونوا رجال يعني ملي ما غاديش يعيشوا هنا يحبسو البني شنو غادي عينا شكون غادي يسكن هنا واش نبنيو هنا واحد واحد مسكين مريض واحد ها هو دائما كيهجم على خو على عمامه عماماتو عمامو هذا. محمد كيقول لنا بانني انا عييت وبغيت نعيش عيشه مزيانه فين المشكل عند محمد؟ المشكل هو الدخلاني ديالو بيض غير ما الدخلاني ديالو بيض ولكن كيحرشوه هو مسكين سهل هو انا انا كيعجبني ما مش عليك محمد واخا هذاك العنف فيه كيعجبني لان كتسيبو في في واحد الحاله هكا ملي كيحرشوه كيكون اوكي فيه الضغط كيوقع شي ضغط عليه كيتزيد كينفجر انا ما بغيتوش يكون في ذاك الحاله خصو يكون راجل انا خصو يكون راجل ومرحبا به ولكن في يبقى في ذاك الحاله يبعد مني ما كنعرفوش جا في ذاك الحاله ديال النقي وكما كان ملي كنا كنقسموا في الورث والضحك و كان و حاضر حتى هو وكيعطي الراي ديالو وكيعطي الراي ديالو وكان هو كيقول لنا هو اللي مسير الجلسه هو اللي مسير كيقول لك تكلم واحد راجل عمته يفافي في الهضره راجل عمته واحد عسكري بقى في الهضره مع ذاك الشيء ما قال له يا عمي راجل عمتي غير سكت انا خلينا ندوز هذه القرعه ودوزناها بسلامه مع هذاك الشهود البرانيين دوزناها دو ودرنا القرعه ديالنا كل واحد دا تفرجتي في المباشر اللي كنا درنا معهم تفرجنا أه الشكل شي كلمه ما, ما عجباتكش اللي 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 ضغطني هي اللي هي هادي هاد هاد اللي تحت اللي قالت ودي كنا نعنفوهم وهاد المراه ديال رشيد ضربتهم يا ودي الله الزوجه ما عندها علاقه بالموضوع لا <applause> علاقه بعيده هاد المراه دي الله يعمرها سلعه حقيقة ما عندها علاقة <applause> حتى علاقة ما عندها حتى علاقة بهذا الملف والله إلا ظلمتها ياك يكتبه... دابا والله إلا ما مازال حنا بيناتنا تشنج العائلة هكذا غادي يكون تشنج ولكن مع ال المرة ديالي والله إلا ظلمتها هذا هو اللي كان اقسم بالله لا أسمعنا سمعنا خويا رشيد بان كما قال لنا محمد كانوا كيفطروا بالدق ويتغداوا بالدق ويتعشاو بالدق الدقة واش هذه الطريقه باش كتربوا الدراري عندكم ولا ولادك <applause> ولا ما كنتوش كتفطروا ولادي ما كانوش بعدها ولادي هاد هادو اللي كيقولوا كان كيقريهم وكذا ما كانوش المخير فيهم كانت تزاد في 98 ولاد المرحوم كانوا ولاد المرحوم كانوا كان المخير كان كانوا تزادوا في شي 92 94 93 ولا شكون اللي يضربهم شكون كنا كان كان شويه كنحرضوا شويه كذا ولكن ماشي انا جده وانا ما, ما عمري ضربتهم ما كنضربهمش انا انا ما انا قالوا كحن... كان... لي كنتي كتزيدهم السلحة سرحه شنو يسرحوا لي في ذاك الوقت؟ كنت مع الوالد ما كنتش انا هاد الدار ما كانتش بعدا. ما كانت بوسرحه هذيك الساعه. ما كانت بوسرحه كانوا مع الوالد شنو يسرحوا؟ كنا مع الوالد. وشنو فوقاش؟ هما توفى الوالد ديالهم في 18 طمانطق... في 15 خمستاش... في شهر 8 99 ياك؟ في شهر 9 هودوا في حالهم شنو يسرحوا لي؟ ولا يسرحوا انا ما كانتش عندي حتى حاجه كنت قلت مع الوالد. كان الوالد اللي كنا ساكنين مع الوالد و اماه مسكينه أه... تربات في المدينه. وهاد العروبيه جاتها قاصحه شويه جرتهم في المدينه جرتهم للمدينه يسكنوا في المدينه ذاك الشيء علاش ما تفهموا شيء ما 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 قا... يعني حنا دابا واقفين في رزقهم هذه دويره ديالهم هذه البليده ديالهم يعني خص غير الانسان دابا اللي... دابا كنقول لك دابا الا الا بغا ويجي ولا هنا ولين يجي صح يكون راجل يجي في ذاك الحاله ما نعرفوش ما كان ماشي في ذاك الحاله ماشي ولد غنار. نعرف. أنت كتبغي تشوف فيه الصورة بن العائلة عائلة بن يمة. خصني نشوف الصورة فيه الصورة ديال العائلة بن يمة ديال باهم خصني نشوف فيه الصورة ديال باهم هادشي اللي قال ما كنشوفش يجي في الحالة ديال كيشم ولا القرقوبي ولا 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 الشراب ولا, 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 ولا ماشي الحالة آه الله يشافيه. قالك شي عم تشوف واد مليل مزيانة مع هي اللي مزيانة. عمته هذه واد مليل القصة ديالها في شكال كان تهجم عليها الدار ديالها. كان تهجم عليها الدار ديالها وهرس لها الجاج ديال الباب ايوا مني تهجم عليها الدار شكات به شكات به ما ولات سمحت له ولات دابا كتعطيه هداك الفلوس خوفا يعني كتخاف يعني بحال اللي كت... بنقص منه كدير كدير غير 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 مني وهذا الشيء اللي كان ما هو راه كيخوف هاد الخواتات هاد... كلهم راه كيخافوا منه كيشوفوا فيه هذيك الصوره ما فمتابعي قناه شوف في كما سمعنا الطرف الثاني اللي هو السي رشيد كما كتقول هبه صدق ولا تصدق متابعي قناه شوف سيفي هبه قشبت عليا قبيلات بنت السي رشيد الله يخليها لك وتربى في آه عزك ان شاء الله هذه ي... هذه ابنها رشيد نعم والاخ ديالو اللي هو الرايس ديال هذه الجهه ديال البشيين متابعي قناة, بل... آه... قناه شوف تي في زيد معايا لاله جميله مرحبا هذه متابعي قناه شوف في الدويره ما كملتش انتوما الدويره بـ بـ بالديكور ديالها بالمسائل ديالها بالبني ما كملتش خصها السقف بالبني ديالها انتوما خصها السقف هذه ما كملتش وبقات هكا كم ماشي مهجوره لكن <تصفيق> <تصفيق> العائله قالت بان ما غايجيش يسكنوا فيها ماليها الاصليين اللي هما الورثه او الوليدات الاخ اللي توفى قالوا نخليوها هكا حتى لشي نهار ومن يبغيوها حنا على استعداد نكملوها الو هنا شنو كنشوفوا الا كان هذا الرايس ما مزيانش ولا كان رشيد حتى هو ما مزيانش فراه هذيك غيبنيها ويقدها ويسكن فيها ولا يكريها لكن كتقول هذه دمه ليها ماشي ديالك خليتيها بنيتها بالدار ديالي راه مور هذه تقول عيني نولي فيها ما نبنيش ليه انا هذا الدار خليناها لولاد خيرها خليناها لولاد خايل الى يوم المهم <applause> خويا خويا رشيد انت مول الخير وحتى حتى الرئيس انا سمعت عليه وخار الرئيس كنجيب بعض المرات وندير لقاءات وكنجاوب على الاسئله ديال السكينة انتم مالي الخير انتم تضل انت الكبيره الى كاين ما يتقاد يتقاد لحقاش ولاد خوك هادوك ايوا راه ولاد خاي راه ديالي هذوك راه نتقى غير يجي غير غير يولي راجل غير يحيد عليه هاد البليه ويولي راجل ويولي مرحبا بيك كيقول لك انا كيقول لك انا حتى عمتي اللي في اللي في اللي موظفه في تازه حتى هي ما كتبغيش تهضر معايا انت ما كتبغيش تهضر معاه الريس ما كيبغيش يهضر معاهم علاش علاش ما كيهضروش معاه كيشوفوا فيه داك الصوره ديال ديال منحرف ولإني هو كيقول لك انا دخلت للحبس وتابع لي الله وخرجت يولي راجل ها هو دا مستعدين معاه يولي راجل يكون راجل يكون في في, في, في الاخر ديال الرجل اللي نشوفوا فيه الصوره ديال الخانه نستعدين معاه نجوجوه نبنيولو هي الفلاحه الا بغات الفلاحه موجوده ها, ها الفلاحه الزيتون بعدا الزيتون كينفضوا هذه عامين هو كينفضوا كي ها هذا الزيتون هذا راه حقه راه كل عام يعني هذه عامين من مات المرحوم الوالد الله يرحمه دا حقه هو يا هو وخواتاتو وخوتو دا حقهم كينفضوه كي كنعاونوه حنايا كنفضوه كيجيو كي لعندي كيباتوا كي عندي انا عائله كيجيو كي عندي كان مهم كي ولادي ولادي هذوك راه ولادي ما فهمتوش انا مني تصدمت انا مني قالوا لي يا ودي مشى هجم على 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 اخته اللي في على عمته اللي في البلديه وهجم على على عمو اللي في القدس وهجم على على ما كيتحرش من شي جهه و... راه عندو التحرش قش محمد القلب ديال دخلاني ديالو راه عندو التحرش الله يهديهم الله يهديهم راه شوف كاين علامه استفهام اه ع... كاين علامه استفهام كاين ما تحرش من شي جهه الشيء اللي كان اللي كنعرف انا كيتحرش من شي جهه ما انت انت رشيد فتحتي يدك فتحتي قلبك انا يجي قالو الكلام ديالك يكون هو كلام ديال الرايس لا, لا. لا. هذه اللي كتقول لك اودي آه حق حقي حق عطاوني غير الحجر نركبوا على البلاد ديالها دابا ونشوفوا واش البلاد ديالها خير من البلاد ديالي ولا لا راه البلاد ديالها كاين ب... كاينه واحد البلاد والله الا البلاد ديالها الا احسن من بلادنا خلافه خلافه البلاد زينه شحال واش حنا عطيناها لا. والقرعه اللي عطاتها لها وعطاها لها والاخت ديالها اللي كانت يعني شريكه آه معاها في ذاك الكارو كما كنقولوا الكارو, آه الكارو يعني تكلفت بار تليفون بار بالتليفون ديالها تكلفوا يعني بيناتهم كيتهضروا بيناتهم ها انت تما اختي وقالت لنا حتى انتم ها تما اخوتي ايوا وعطينا حقه وكل واحد ادى حقه بالقرعه وبالشهود بالناس والله يجعل البركه شي بره. واحد قال لها الأخ شيري تبتي راسك شو... شكون انت هذه هضره ما كانتيقش فيها هذه ما كايناش هذا ما كانتيقش فيها وما كنصدقهاش هذا بحال هذاك اللي قال لك 7 مليون واش انا نا... نتيقهم أنت كنشوف الهدره اللي اللي صحيحة ماشي أنت اللي بعتي الخشب باعو شي واحد آخر ماشي كاع ولاد بنيما الخشب قلنا لك ها كيفاش و... ولا عرفت الطريقة وليني ماشي حتى أنت كاع اللي قبضتي الفلوس يمكن الفلوس اللي اللي اللي, اللي باش تبعنا ذاك الخشب راه داهو جابهم شي واحد من بعيد و داه جاب الف ريال ولكن حتى زدنا عليه قلنا لك شي خشب من من بوف واحد الدار شديناها تما وبنينا أه و وشد داك الفلوس قلت لك 100000 ريال باش باش تبع ماشي اللي احنا كقناه شوف سيفي نبغيو الخواطر تزقد ما نبغيوش نجدو نازمو الامور علاش لحقاش هادوك دياولنا وانتوما دياولنا الله يشافي القلوب الله يشافي انا والله ما ندعي فيهم ومازال قلبي سليم انا محمد قال واحد الكلمه زوينه قال لك عبد الله انا عييت من الحبس وعييت من هذه الحياه بغيت نشوف مستقبلي بغيت نشوف مستقبلي يكون راجل ها هو المستقبل ديالو يكون راجل انت فاتح يديك فاتح يديك الضريبه اللي ضربك وكنتي غتموت فيها سامح له دنيا وآخر. الدنيا واخره ما كان سامح له الدنيا واخره يكون راجل غير الله يسامح الزوجة ديالك ما قالت كلمة ما عمرها دخلتها ايه. دخلت في الموضوع دخلت دخلتها في, دخلت هون في الميموار ديال حجرة والله إلا الموها هذاك الشيء علاش قلت لكم أنا خصني هذه الكلمة اللي 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 هي, يعني. هي الكلمة اللي خلاتك أنك تفتح قلبك قال أنا شفتي فيه وصدر أي وما أنا بالهضرة اللي قالوا و... ما و... نسمح فيها ما عندي غير ولكن مني قال مني وصل وصلوا المرأة ديالي دخلوها في الآخر يعني غلطوا في حقها وغلطوا في حقي أنا يعني ولكن في حق المراه اكثر غلطوا في حقها واش هذا هاد الجيران كلهم وهاد الناس كلهم راه يشهدوها هذا الشيء اللي كان فمتابعي قناه شوف في جينا عند الطرف الثاني اللي هو رشيد متبع القناه على ما سمعنا مع الطرف الاول بان عمهم كرفس عليهم وعمهم ضربهم وعمهم علقهم وعمهم كان كيفطرهم بالضرب ويغطيهم بالضرب ويعشيهم بالضرب لكن يمكن الترابي في البلاد كتكون هكا دايره حنا يمكن تربينا في المدينه ما كان عندنا ضرب بالقياس كان كيضرب غير المعلم يا اخي رشيد لا ما ضربناش حتى ولا كان ضربنا غير ماشي الضرب يعني شي ضرب مبريح ماشي انا حتى الوالد جدي وجدهم نتمنى الخواطر تزقاد اخي اخي شوف نتمنى الخواطر تزقاد ضروري ربي مر كان كيضربني انا شحال وانا ما عمري نتمنى الخواطر تزقاد اخي رشيد وترجعوا تطلقوا انشاء الله ويقدر حتى يقدر كما قالنا اسماعيل راه البلاد كنز اسماعيل اسماعيل اللي يضرب سولت على قال لي لا مني قلت له واش شكون سببك في الاخر مني قلت له اسماعيل شكون سببك واش عمك؟ قال لك لا شنو قال لك في اللايف ديالك؟ عمي بينو بينو غير الخير يا عمي وبيني بينو غير الخير يعني يعني هذاك ما كيظلمش الاخر الاخر مازال كيظلم آه قال لك بقى كي في شي زجال ديالو كذا كذا قال قلت له واش عمك هو سبب لا قال لك لا قال لك قالها ولا ما قالهاش؟ قال لي قال هو قال لي غير عنده مشكل مع حزب الاستقلال وانت لابس اللون حزب الاستقلال هذا الصباح ج... هذا النهار جاي معنا نتمنى الخواطر يا اخي رشيد ونتمنى و... أيوة و... الامور تصفى ما نبغيوش هاد النزاعات يبقاو ونبغاو انكم تجمعوا مع ولاد خاكم ماشي مع ولاد خانا يا ولاد خاي ساهلين ولاد خاي ساهلين دابا يتجمعوا وهذه هذه 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 اللي صعيبه اللي صعيبه هي هذه وهذه لها... راه عصرت عصرت يعني تعاكست مع 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 الوالد ديالها واحد العادات قالت لي قالت لي قالت لي بان ضربتهم شي نهار وهي وهي اللي هربتهم عندها وهربتهم لتازا آه راه هذا بغات دير داك التخطيط دابا ماشي عاد شحال هذه راه كدير التخطيط را دابا يعني في شحال ما شربكت راه عندها الربح هي 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 بغات يعني كنتو قتلتوهم بالعصا وهربتهم لعندكم ومن تما هربتهم لتازا هذا غير هذا غير خوانا انا هذا ما انا ما كنتيقش انا بهذا الشيء يعني قلت لك هذا هذيك الهضره اللي قالت المراه لها المراد رشيد يعني عينها في المراد رشيد هذا الشيء اللي كان غير مراد رشيد يعني كان. شي نهار غادي نشوفوا نشوفوك مجموع مع ولاد المرحوم مرحبا مرحبا اه دوك مازال نمشي معاهم مشي والله والله حتى نسامح لهم لاي حاجه داروها لي والله like حتى نسامح الله يكثر خيرك لان ولاد خاي الله يكثر خيرك انا نس... نس... نسامح لهم الرايس من يسمع داك الشيء اش قال بن يما الكبير على هذا الشيء اللي على هاد الشيء اللي على شنو هذا الشيء اللي لك. لك. شوف شنو دار